الجذاب من طرف سيد عامل شخصيا، والناس الذين كانوا في تلك اللجان الذين الآن يقولوا أنا لست مسؤول، أنا لم أعدك، أنا لم أقول لك. إذا كلكم مسؤولون وكلكم سواسية أمامنا. نحن نعرف لجنة نتعامل معها باعتبارها شخص وباعتبارها مكون. إذا كلام العقلاء منزه عن العبث، ونحن جلسنا معكم في حوارات مسؤولة. إذا كونوا مسؤولون معنا، لا تكونوا تضحكون على الساكنة. إذا نقول ونكرر، لن نذهب من هذا المكان، فليعلم من يعلم، وليبلغ الحاضر الغائب، وليبلغ الواقع. الغائب.